مرت عمي، مو حاسه انه في شي ناقصك بعد عمي ابو طمزه؟ ارتاحت منه، هذا بيعرف قيمه النسوان. ها على كل حال بيعرف ولا ما بيعرف، بضل مثل ما بيقولوا اخواتنا المصاوي، بضل راجل ولا بضل حيطه؟ هذا رجال اتظلل بيظله، هام هذا شبح ما بظل. امك بينفرش لها سجاد قدامها، مرة ما في مثلها بين النسوان، بيجي تالي ابو طمزه مشرشر يحكمها. مشنشل يا بي مشنشل. ما في فرق. معك حق، هي مرت عمي ما في منها، بس بعد هالعمر ابو طمزه لعلاته بيسليها. شبهها بهالعمر؟ مثل الورده مرت عمي، ما بدها رجال يسليها، بدها رجال يقدرها. اخي، نحن كنا رضيانين بابو طمزه. ما بدنا نشوف جديدة. انا مو رضياني. ما صدقت وطلع. يعني بدك تضلي لحالي؟ ما بتضل لحالها. ومين بده يقعد معها؟ بعدين بتعرف.